وسهلا بيكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ احدثكم من السياره. بصراحه انا قاعده بنتظر، فقلت ان انا ممكن اعمل لكم حلقه سريعه عشان هو كلام اكتر ما هو مثلا تصوير او مشكله بعاني منها من فتره. بصراحه انا مكبره دماغي جدا فوق ما تتخيلوا، بس كان انا لاحظت ان دي مش مشكلتي لوحدي، لاحظت انها دي مشكله بتواجه امهات كتير قوي وبتواجه ستات كتير قوي، فعشان كده حبيت انقل خبرتي وانقل رايي الشخصي في المشكله عشان يمكن تفيد ستات كتير او بنات كتير بتعاني من المشكله دي. طيب هي ببساطه ايه؟ انا من فتره، طبعا من زمان جدا، يعني انا تقريبا من اول لما سليمان تم سنه تقريبا، وانا لاحظت انه سليمان عنده نسبه تقوس، اوكي؟ ومجرد ان انا لاحظت كده كان بيروح لدكتور، اللي هو الدكتور بيتابع معاه، اي طفل في الدنيا بيتابع مع دكتور، فبدات اتابع معاه والدكتور قال لي او زي ما اغلب الناس عارفه الحاله دي، ان عادي جدا مفيش مشكله، التقوس بيروح بس بياخد وقت، يعني ممكن عشان يروح بشكل كامل سليمان يوصل مثلا سن 3 4 سنين، ده اذا ما وصلش 6. فانا ما اعتمدتش بس على كلام الدكتور، يعني انا من الناس اللي بحب جوجل جدا، بحب ادور على الانترنت، اقرا محتوى، وبالذات المحتوى الاجنبي لانه بيبقى فيه تنوع وبيبقى من بلاد كتير، وفي شويه يعني معلومات بتبقى فيه ابحاث علميه كمان، فمبيبقاش كلام معلش بتاع منتدى ولا بتاع شويه خبرات شخصيه، يعني وجهه نظر، يعني لازم الانسان يدور بكذا لغه عشان يوصل لمصادر اكتر ومعلومات اوفر. ففعلا بدات ادور، لقيت من كتر ما الموضوع مش هقول لك تافه، بس من كتر ما هو حاجه طبيعيه وبتحصل للاطفال وبتروح بالوقت يعني بمجرد تعرض الطفل للشمس، ومجرد ان هو يبدا يجري، ومجرد ان هو يبدا يكبر ويطول، ان هما بيقول لك اصلا الموضوع مش محتاج يتعالج، ان هو شبه بيروح. ده طبعا ملوش اي دعوه بحاجات زي الكساح او لين العظام او هكذا. ف الموضوع بسيط ومش محتاج لا ضغط عصبي للام ولا للاب ولا لاي حد، تمام؟ تمام. فخلاص انا اصلا اوريدي حتى ولا بذكره ولا عندي مشكله، لان ابسط حاجه انا كنت بعاني من المشكله دي وانا صغيره، واكتر منها كمان، يعني كمان في كان عندي فلات فود وشويه حاجات، وحتى ماما ما كانتش بتعلق ولا حد بيعلق، ولا حتى انا فاكره انا كنت مثلا ايه امشي اعمل رجلي كده شويه مش عارفه ايه، يعني ومحدش يعني كان بيركز قوي. بس احنا بقينا في عصر سبحان الله اللي هو يعني ينكد على نفسي ينكد عليك. في وسط كل ده ومع كامل احترامي، يعني مستوى العلم الثقافي بيبين الانسان، انا ما احس ان الانسان اصلا مش كل الناس مؤهله بالنصيحه، مع كامل احترامي، انت لا متخصص ولا انت دكتور ولا انت حاجه ولا انت في صفه شخصيه اصلا، يعني تنصحني بحاجه زي دي ليه؟ يعني ما اكيد دي يعني واحده باين ان هي شويه في قدر كاف، يعني قدر معين من العلم والمعرفه، وانها انسانه باين انها بتدور وبتشتغل وبتبحث وبتطور نفسها في مجالات مختلفه، فاكيد هي ابسط حاجه انها متابعه مع دكتور ومع طفله. انتوا متخيلين؟ والله انا بيجي لي في اليوم ما يقلش عن من 10 ل 20 رساله، ده اقل تقدير، غير تعليقات اليوتيوب، ده غير الناس لا من الناس في الشارع محدش بيقول حاجه، الحمد لله، لان انا ما يعني الناس اصلا يعني فيري اوبن مايند مع الاطفال، يعني هحكي لكم بقى ليه فيري اوبن مايند مع الاطفال. ف بيجي لي مثلا 10 او 20 رساله، كل واحده تقول لي يا رضوى خلي بالك في رجله سليمان، في رجله تقوس، يا رضوى خلي بالك رجله سليمان في تقوس، اخلي بالي اعمل ايه مثلا؟ اعمل ايه مثلا؟ يعني خليت بالي اعمل له ايه؟ يعني شيء غريب جدا. ما طبيعي اكيد ان هو اكيد انا مخليه بالي، واكيد الولد بيتعالج، اكيد الولد بياخد فيتامين د، انا اصلا حتى شايفه كلمه بتتعالج دي وحشه قوي، يعني هو عادي حاجه ظاهره وهتروح. ليه بقى كل يوم يا رضوى مش عارفه ايه، ما شاء الله عليهم يا رضوى كذا، يعني هو كل حاجه لازم نعلق عليها حاجه غريبه جدا يا ستي، يعني انت ما شاء الله عليكي عندك قوه الملاحظه الفظيعه دي، طب بتقولي لي ليه؟ يعني انا بصراحه بستغرب الناس حتى بتقول لك اصل يا رضوى من عشانهم ده، هم ممكن يكونوا فعلا عارفين خايفين عليه ومش عارفه ايه. يا ستي طيب ما انت حطي نفسك مكان الانسان ده، انت متخيله كميه الناس اللي ممكن تقوم بتقولوا نفس الملاحظه؟ يعني حاجه غريبه جدا. انا ما بيفرش معايا ولا عمري طلعت قلت ولا علقت ولا حتى بقول لهم عنده ولا ما عندوش، انا شايفه ان دي حاجه لا تذكر، يعني مع كامل احترامي، والاطفال عاده بيبقوا عندهم شويه حساسيات من الحاجات دي، فمش من الصح اصلا ان احنا نذكرها.
ومش من الصح ان احنا نقعد نقول لهم، ومش من الصح ان احنا نحسسهم ان في اي مشكله، ومش من الصح. هل انا مثلا اقول له معلش يا سليمان والنبي لحد بس لما تكمل 3 سنين ولا كده وتختفي بشكل كلي المشكله، انا بقى ايه اللي هصورك ولا هعملك عشان الناس ما تزعلش، عشان يا عيني بيتضايقوا. يعني فكر صراحه صح. انا اصلا في الاول كنت مش مهتمه، بقعد اتريق على الموضوع لحد ما اتكلمت مع حد. اوكي، ودي مش المره الاولى اللي لاحظت الظاهره دي. اتكلمت مع حد طبعا، يعني شخصين، الشخص الواحده الاولانيه حكيت لي قالت لي يعني دي مشكله بسيطه يا رضوى، انت لا تتخيلي بقى كميه المعاناه لناس فعلا عندها مشاكل. تفتكري يعني تخيلوا الناس مثلا اللهم عافينا، يعني اوكي اطفال عندهم بقى فعلا اعاقات كامله، او عندهم مشاكل، او عندهم تشوهات خلقيه وحاجات كتير، ودي يعني ابتلاءات من ربنا ورحمه من ربنا، لعل ربنا ليه حكمه وكل حاجه، وطبعا حاجه وابتلاء صعب وكده. تخيلوا بقى انت بقى يعني سبحان الله تبقى انت والبلاء عليه. يبقى هو الشخص بيحاول يحتسب ويصبر، ويجي هو ماشي كل ما حد مثلا يشوف ابنه او بنته يقول له مثلا هو انتوا قرايب، هو الطفل ده ازاي كده، هو الطفل ده ماله، عنده ايه، هو كانت بتعاني من حاجه. وده اتحكي لي كتير، لدرجه ان في ناس سبحان الله، مش كل انسان على فكره الناس بتصبر على البلاء. يعني واحده كانت حكت لي ان كان عندها طفلها كان عنده كده نوع من انواع يعني شكل تخلف عقلي معين مع امراض وحاجات، فالناس كانت كل ما تروح بيه حته يوقفوها ويقعدوا يقولوا لها هو ماله، هو انت مش عارفه ايه، هو انتوا ادتوا له دواء وكده، نوع من انواع الفضول، اكنك مثلا بتكتشف قناه ديسكفري. يعني مش ان ده انسان وعنده مشاعر، وان الطفل ممكن يحس بحاجه، وان الام ممكن تحس بحاجه. درجه الست كانت بتقعد تصرخ فيهم، يعني مش كل الناس بتتحمل على فكره ان الناس تقول لها، وتصرخ وتعيط وكده، لحد سبحان الله ربنا توفى الطفل ورحمه ليها. يعني البلاء كان تقيل عليها. فحرام يا جماعه، يعني حرام ايه ده؟ يعني هل انتوا مش هتتبسطوا غير لما انتوا تبتلوا، او يبقى عندكم مشكله؟ مش هقول لكم بلاء، انا شايفه ان مش كل حاجه ينفع نقول عليها كلمه بلاء، في حاجه بتبقى ابسط من كده بكتير، بس انتوا اللي بتصعبوا كل حاجه، بتصعبوا كل حاجه على نفسكم وعلى غيركم. يكفينا ملاحظات، عندك حاجه ايجابيه قولها، ما عندكش خلاص، انت شايف ان دي حاجه ايجابيه؟ لا دي مش حاجه ايجابيه. انت انك تقول لانسان طب انا ممكن اقول لك انت تخينه قوي، طب انا ممكن اقول لك على فكره انت محتاجه بطنك على فكره كبرت قوي تصرفي، طب انا ممكن اقول لك مش عارفه ايه. وانا عمري يعني، انا عمري على فكره ما بكلم حد بشكل شخصي، انا ما عنديش اي مشكله ان واحده تطلع بكره الصبح تعمل بوست عن التقوس وحلوله مثلا، ما فيش مشكله، لكن انت كلمي بشكل عام، لكن انت بتقولي شخص ليه؟ وبتقولي كانه اختراع اكتشاف، طب ما انا اكيد عارفه واكيد بيتعالج الولد، انت متضايقه ليه؟ يعني هو ده مضايقك في ايه؟ مش عارف يعني مستفزك شكل سليمان مثلا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، فعلا حاجه تضحك بصراحه، حاجه تضحك وتضايق. يعني انا كتير ببقى متعجبه، لان حجم اللي هو ايه بيحط لك جمله في غير سياق. مثلا بصور فيديو مثلا ايه جنينه حيوانات، علاقه ده بان سليمان هو اما اطلع اقول يا جماعه وانا شاك ان سليمان عنده مشكله بقولوا لي. ف انا بصراحه بكبر دماغي، يعني انتوا ما تخلوش انا بقول كده مثلا اوت اوف ان انا متضايقه. انا مشان شفت حاجات صعبه جدا، حالتي بسيطه، لكن شفت ناس تخيلوا بقى مثلا، والله انا اعرف ناس وصلوا لمرحله من كتر ما كانت يعني ناس بتكلموا على ابنهم، على بنتهم، كان عندهم بنت عندها برضو شكلها اعاقه، كانوا حابسينها في اوضه ما بتخرجش، مش عارفه ايه، ما بتقابلش حد خالص، لدرجه ان انا ما كنتش عارفه ان عندهم اخت. انتوا متخيلين؟ انا ما عرفتش عندهم اخت غير لما مره رحت وسمعتها وهي بتصرخ. فانتوا متخيلين في ناس بتوصل لمرحله ان الناس دي الاطفال دي يا ما بيوروهاش لناس، يا بيحبسوها، في ناس بتضطر ان هي توديهم اللي هي دور رعايه الاطفال، كتر ما الموضوع تقيل عليهم من الناحيه الاجتماعيه وعليهم من الناحيه الماديه وهكذا. فربنا يعافي كل ناس، وربنا يصبر كل انسان عنده ابتلاء. لا تكونوا يعني على الناس مع البلاء ومعاناتهم تكونوا انتم من ضمن المعاناه. انا حتى في حد قال لي والله يعني فرق بقى الايجابيه، لو عايزين فعلا تبقوا ناس ايجابيه، واحده قالت لي لان هي بنتها كان عندها نفس المشكله، فبتقول كانت بتهزر معايا بتقول لي ايه رضوى يعني ابنك ان شاء الله بيكون لاعب كوره كبير قوي، فبتقول لي ايه اطفال اللي لعبت الكوره دايما بيبقى ايه رجليهم فيها ايه تانية شويه، وما بيكبروا وبيطلعوا مهره. شوفي ازاي بتقول لي الملحوظه، يعني انا والله انبهرت منها، انبهرت من ايجابيتها، وازاي حتى يعني حتى لو حد عايز يلفت نظرك لحاجه بيلفت نظرك ازاي. لكن في ناس، انا لن انسى واحده جت عملت عليا دكتوره ولا عملت عليا ايه بصراحه مع كامل احترامي، بس يعني كانت انسانه غريبه جدا، جايه تقول لي
رضوى خلي بالك ده سليمان رجله مخلبيه. ايه الكلمه دي اصلا؟ في حد في الدنيا يروح يقول لحد ابنك رجله كذا مخلبيه ولا مخلبيه ايه ونيله ايه؟ هو انتوا اي حاجه تتعلموها تطلعوا تذهبوا بيها على الناس تاكلوهم؟ عايزه تعلمي حاجه قولي حاجه ايجابيه، لكن تطلعي تقولي ناس يعني انت ممكن تكون مثلا بتشخصي حاجه وانت مش متاكده وتقولي لهم حاجه زي كده. في ناس ما بتتحملش حاجات زي كده، يعني انا اعرف ناس بيجي لها انهيار عصبي لو حد قال لهم ابنك شعره بيقع، بيجي لهم حاله. فما بالك بقى بكلمات قويه زي كده، قاعد تقول مش عارفه ايه، واصل انا في شركه ادويه، في شركه مستحضرات طبيه، وبنجيب لهم دعامات وبنركب لهم حاجات في رجليهم وبنركب لهم حاجات من الجنب. يا ستي انا مالي؟ هو انت عشان شويه حاجات قريتي عنها هتقعدي تقوليها لي انا؟ يعني ساعات حتى بيبقى الابلكيشن في غير موضوعه، ودي حاله تانية. وحتى لو يا ستي انا لو احتجت هاجي اقول وادور، ومش هدور على واحده على النت مع كامل احترامي، يعني هروح اشوف دكتور عشان الدكتور هيعمل تحاليل وهيشخص. وبشكل عام انا عايزه اقول في النهايه، انا هديكم في دقيقتين عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل، شويه معلومات عن التقوس. التقوس بيبقى نقص في فيتامين د، وما بيبقاش ليه دعوه لا بالرضاعه ولا بتعرض للشمس. ساعات بيبقى حاجات وراثيه، وساعات بتبقى نسبه في الاطفال ونسبه مش قليله، ممكن توصل لثلاث او اربع، اثنين لثلاث اطفال في كل 10 اطفال، ودي نسبه مش قليله. طيب بيبقى حلها ايه؟ حلها ان في اطفال بتحتاج نقط فيتامين د من اول وهم صغيرين، اصلا كل الدكاتره دلوقتي بقت تكتب نقط فيتامين د، يعني صوفيا بتاخد وسليمان كان بياخد على فكره، بس احتياجه كان محتاج ازيد. بيحصل كالاتي، مجرد الدكتور بيبدا يشك ان في نسبه تشخيص تقوس، اصلا هو ممكن يروح لوحده، بس احيانا الناس بتحب كنوع من انواع الامان او كنوع من انواع ان هم يتاكدوا بيعملوا تحاليل. فلما بتعمل تحاليل بيشوفوا نسبه كالسيوم، نسبه الكالسيوم ونسبه فيتامين د. لو فيتامين د قليل بس فده بيبقى تقوس الطفل بيروح بسهوله، لو الكالسيوم كمان قليل ساعتها بيبقى شويه في قلق، بيعملوا اشعه وبيعملوا حاجات اكتر. طيب لو فيتامين د قليل بيعمل ايه؟ حسب نسبته، المفروض ان هو بيبقى من 50 تقريبا فاكتر. لو النسبه قليله، يعني مثلا لما قيسوا سليمان كان في الاول مثلا حوالي 25، فده يعتبر قليل، فالدكتور كتب على حقن، فسليمان خد كذا حقنه، حقنتين، ومفروض حقنتين او المفروض ان هو هياخد كمان حقنه، والحمد لله لا التحسن بيبان، بس مش بيبان بسرعه خالص. التقوس ممكن ياخد سنه اتنين تلاته عشان يروح بشكل كامل، ولا شيء يستاهل انك تضايقي، ولا شيء يستاهل ان انت تعملي اي مشكله. خلاص تابعي مع دكتور، والتزمي بالادويه، اديهم الفيتامين، حاولي قدر الامكان اذا كان في استطاعه ان انت مثلا تعرضيهم للشمس، ان انت تزودي لهم بعض الاكلات زي البيض، زي منتجات الجبن، زي مثلا الزبادي وهكذا، بتساهم برضو وبتساعد الطفل ان هو الحاله تتحسن اكتر واسرع. بس بشكل عام بتوصل ساعات ممكن توصل لثلاث سنين، وساعات بتروح بعد ست سنين واكتر، فمحدش يضطرب. ودي تجربتي، والحمد لله يعني انا اعتبر ان سليمان نقدر نقول خف بنسبه 50%، او يعني الحاله شبه خلاص التقوس قل بنسبه 50%، بس انا في ظني ان هو ممكن يقعد لحد 3 4 سنين، وانا شايفه ان ده عادي جدا ومفيش اي ضغط عصبي، وان هو حقه ان هو يتصور ويلعب ويخرج ويعمل فيديوز ويعمل كل حاجه، واي طفل حقه يعمل كل حاجه، مش عشان الناس تيجي على حريه اطفالك، مش عشان الناس تيجي على سعادتك، مش عشان الناس تقولي لهم حاجات ما تخصهمش، مش عشان الناس تضحي باي حاله باي شيء له علاقه بامان اطفالك او راحتهم او ايه الاسلم لهم وايه الاحسن لهم. واعتقد انا اكتر حد ممكن اكون يعني اديتكم اكزامبل في الموضوع ده باشكال كتير مع اولادي. ربنا يعافي كل اولادنا ويعني يحميهم ويحافظ عليهم. واسفه لو كان الفيديو تقيل وقوي واجريسيف شويه، بس صراحه عشان دي رساله كانت لازم توصل، ان الناس فعلا بتيجي على اطفال كتير ما لهمش ذنب في حاجات كتير، وقد يكون ربنا اصطفاهم. انا مش شايف ان هو ابتلاهم، هو اصطفاهم ان هم ضعف لهم، ان شاء الله السبب لهم ولاهلهم، وان شاء الله ربنا يعوضهم في الدنيا وفي الاخره. واشوفكم على خير، وباي باي. ما تنسيش تدوسي سبسكرايب، اشتراك في القناه، فعلي الجرس، وكمان تابعيني على الانستجرام بنفس اسم القناه رضوى جلال اوفيشال، بكون معاكم بشكل يومي.